بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هناخد الكينولين سينثيسز. عندي 3 أنواع من السينثيسز. هناخد أول واحد منهم هو الفريد ليندر سينثيسز. في الفريد ليندر سينثيسز بيحصل عندي كوندنسيشن ما بين حاجتين، ما بين الأورثو أمينو بنزالدهايد، أورثو أمينو بنزالدهايد علشان عندي سي دبل بوند أو اتش، وما بين الدهايد أو كيتون عادي، الدهايد أو كيتون أليفاتي عادي، بيحصل عندي كوندنسيشن بإزالة جزيء مياه. فاللي بيحصل، اللي بيحصل إن اللون بير من الإلكترونز اللي موجود على النيتروجين بيروح يهاجم ذرة الكربون اللي هي صاحبة الكربونيل جروب، لأن طبعا احنا عارفين إن بيكون عليها إشارة موجبة جزئية بسبب ارتباطها بالدبل بالأكسجين الخاص بالكربونيل جروب. هينتج عندي خروج لجزيء من الماء. الجزيء ده عبارة عن ذرتين الهيدروجين وذرة الأكسجين. الرابطة الثنائية هنا هتفضل زي ما هي، بس بدل ما كانت ما بين الكربون والأكسجين هتبقى ما بين الكربون والنيتروجين. المركب هيكون بالشكل ده، أداة الأورثو أمينو بنزالدهايد، عندي هنا سي دبل بوند أو اتش زي ما هي، وعندي هنا النيتروجين تمام، ما بقاش عنده اتش 2 خلاص، أمال عنده ذرة كربون متصل بيها برابطة ثنائية، وذرة الكربون دي متصل بهيدروجين، وطبعا عندي هنا سي اتش 3. ذرة الكربون دي كمان هيخرج منها ذرة هيدروجين، لان التفاعل ده بيتم في وجود بيز. البيز عبارة عن او اتش ماينس، الاكسجين ده هياخد هيدروجين من ذرات الكربون، وبالتالي لما هياخدها هياخدها ويسيب الالكترونات. طبعا الاتش دي الكربون دي بتبقى متصلة بهيدروجين وهيدروجين وهيدروجينة كمان، الاو اتش هتاخد ذرة الهيدروجين دي بدون الكترونات، وبالتالي الاتنين الكترون هيفضلوا على ذرة الكربون ويصبح عليها اشارة سالبة، فيكون المركب بالشكل ده. مرة تانية نفس البنزين رينج، أداة النيتروجين بقى متصل برابطة ثنائية بذرة الكربون اللي متصل أصلا بيها هيدروجين، وعندي هنا ذرة الكربون متصل بيها هيدروجينتين فقط وعليها إشارة سالبة، وعندي هنا سي دبل بوند أو بتاع البنزل دهايد. أوكي، إيه اللي هيحصل في الوقت ده بقى؟ ذرة الكربون بالإشارة السالبة اللي عليها هتروح تهاجم الإشارة ذرة الكربون الموجبة جزئيا اللي موجودة هنا، وزي ما اتفقنا الكربونيل جروب ذرة الكربون بتكون موجبة جزئيا والأكسجين بتكون سالبة جزئيا، فيبقى عندي هنا رابطة جديدة هتخلي المركب متغير ويكون بالشكل ده. نفس المركب بالظبط، ده دبل بوند او واداه النيتروجين متصل برابطه ثنائيه الكربون، الكربون دي متصله بالكربون، دي طبعا عندها هيدروجين ودي عندها اتش 2، ولكن ذره الكربون دي اصبحت متصله بذره الكربون اللي هي اصلا هنا تمام، واللي كان متصل بيها دبل بوند او اتش. طبعا الالكترون اللي ربطت ما بين الكربون والاكسجين هي كمان هتتشال، والكربون هتبقى متصل بيها اكسجين سالب وما زال متصل بيها هيدروجين. الاكسجين السالب ده الاكسجين هتدور على اي هيدروجين وليكن هتاخدها من الماء اللي هو عباره عن HOH، الاكسجين هتاخد هيدروجينه الماء هيتشال من عليها الاشاره السالبه فهتبقى OH. في الوقت ده الشكل ده هو اللي موجود دلوقتي، عندي ايه؟ عندي بنزين رينج متصل بيها نيتروجين، متصل برابطه ثنائيه متصل بيها كربون هيدروجين CH2COH. هينتج عني كمان ازاله للجزيء من الماء، الميه عباره عن اتش او اتش، ادا الاو اتش من ذره الكربون وادا الاتش، الاو اتش دي بتاخد الالكترونات وتمشي لان الاكسجين اعلى وبالتالي هو اللي هياخد الالكترونات، لكن هنا الالكترونات بتاعه الهيدروجين دي هنستغلها في عمل رابطه ثنائيه ما بين ذرتين الكربون اللي موجودين هنا ويصبح المركب بالشكل ده. اعمله مره زي ما هو ومره مقلوب علشان نفتكر شكل الكيميائي. ادي البنزين رينج وادي ذره النيتروجين، رابطه ثنائيه بذره الكربون، ذره الكربون اللي هي تحت يعني خلاص عارفين ان هي ذره الكربون، وعندي هنا رابطه ثنائيه اللي كانت لسه معموله دلوقتي وهما الاثنين مرتبطين بذره الكربون. طيب اقلب الشكل ده، اقلب بالشكل ده علشان نفتكره، ادي نفس البنزين رينج وادي الكينولين، هو ده الكينولين اللي احنا اصلا عايزين نوصله من الاول، ده كينولين.